بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على الجاسترو-انتستينال انفكشن. الجاسترو-انتستينال انفكشن هو one of the most frequent illness and a common cause of death in infants and children. المانيفستيشن بتاعه by diarrhea, nausea, vomiting, fever and abdominal pain. How can classify food poisoning as etiology؟ ممكن يكون cause of organism، يعني ممكن يكون viral أو bacteria أو clinical manifestation زي watery diarrhea أو dysentery أو enteric fever، أو according to epidemiological classification يا إما endemic يا إما epidemic يا إما traveler diarrhea يا إما نوزوكوميال يا إما infantile and newborn food poisoning. بنقول إن بيحصل gastrointestinal infection اللي ممكن ب one meal فقط ممكن هي تتهم ك causing of a single or multiple cases، كلهم لهم نفس المانيفستيشن nausea, vomiting, cramps and diarrhea. Classification of food poisoning: ممكن يكون toxic يبقى نتيجة للإكزوتوكسين اللي secreted by the bacteria، فبنلاقي إن بيحصل vomiting is the most predominant feature. إيه الكوزيتيف أورجانيزم هنا؟ تكون بكتيريا secrete toxin زي الستافيلوكوكس أوريوس أو الباسيلا سيريوس أو كلوستريديوم بوتولينم أو البرفرنجيس تايب A، أو الإنفكتيف تايب. الإنفكتيف تايب اللي هي البكتيريا نفسها بتكون كونتامينيت الفود، يعني بمعنى ان احنا لو خدنا سامبل من الفود ده وزرعناه هنلاقي البكتيريا اللي مسببة للفود بويزنج. ممكن يكون سالمونيلا، وبيبقى هنا المين بريزنتنج سيمتوم ابدومينال بين اند كرامبس دايريا نوزيا فوميتنج فيفر هيديك، ممكن كل ده يحصل. الفود بويزنج اند كوزز اوف اكيوت انفكتوس دايريا. في نهاية السيجن ده هنقدر نتعرف على الفود بويزنينج، ونقدر نعرف ايه هو الكوزيتيف باثوجينز، ونعمل ديفرنشيشن للكلينيكال بريزنتيشن اوف اتش تايب، ونقدر نشوف التشخيص المعملي والمانجمنت للحالات دي. What is food poisoning؟ ما معنى كلمة food poisoning؟ هي any illness resulting from consumption of food، اي اعياء نتيجه لتناول الطعام. طيب what is diarrhea؟ الدياريه او الاسهال هو عباره عن abnormal fecal discharge، عباره عن stool abnormal characterized by frequent، characterized by ان هو بيبقى كذا مره، and the profuse watery stool وكميه سوائل فيه عاليه جدا. Usually resulting from disease of the small intestine، غالبا ما بيكون دايما لإصابة small intestine. What is infectious diarrhea؟ اللي هي بنلاقي فيها الأورجانيز موجود في الستول. في عندنا نوعين من الفود بويزن، عندنا نوع اللي هو food infection يعني البكتيريا نفسها هي اللي موجودة، أو نتيجة لأنه تناول بكتيريا ملوثة تناول طعام ملوث بالبكتيريا، أو food intoxication يعني هو خد التوكسين مع الفود، خد السموم اللي فرزتها البكتيريا مع الفود. يبقى هنا لو زرعنا العينة أو السامبل مش هنلاقي فيها بكتيريا. food poisoning occurs after، بعد التسمم الغذائي بيحصل نتيجة لأنه خد أو تناول طعام contaminated بالأورجانيزم نفسه أو بالبكتيريا نفسها أو بالسموم بتاعتها. هنا ingestion of food contaminated with chemical toxin may cause same symptoms. خلي بالك برضو take care أو ملاحظة إن ممكن لو واحد خد طعام ملوث بكيميكال توكسين وليس بكتيريال توكسين، حاجة كيميائية، ممكن تديلك نفس الأعراض. فخلي بالك لأن هنا المانجمنت هيختلف تماما.
هنا بكتيريا، هندي انتي بايوتيك وهندي حاجات سبورت تريتمنت، لكن هنا كيميكال ملوش لازمه عندي خالص. الانتي بايوتيك هيبقى في الغالب كله حاجه نشوف الكيميكال ده ممكن نعالجه بايه. انفكتشوس فود بويزنج بقى اللي بيهمني دلوقتي، ان انا كموديول مايكروبيولوجي بقول ان انا بهتم بالانفكتشوس فود بويزنج المسبب من البكتيريا. هنا الباثوجين او التوكسين الاورجانيزم او السموم التي افرزها بتدخل في جسم الانسان، بيقابلها الجهاز المناعي ويطلع الاميون سيلز، تبتدي الاميون سيلز دي تتفاعل معاها وتطلع لي حاجه اسمها انفلاماتوري سايتوكاينز. انفلاماتوري سايتوكاينز، الانفلاماتوري سايتوكاينز دي هتسبب جت انفلاميشن، هتسبب في الاخر ان ما في التهابات في الامعاء. الانفلاميشن والتوكسين الالتهاب اللي حصل مع السموم هتعمل بورز، هتعمل خروم، هتعمل ثقوب في الانتستينال وول، هتعمل ثقوب في الجدار الامعاء، يقوم الووتر والنيوترينت فود ان انتستينال ليومن، هيبتدي الووتر والنيوترينت فلويد في الانتستينال ليومن يبتدي يحصل لهم لوس، يبقى هتبص تلاقي في اكسس فلويد اند الكترولايت ان ذا جات، يقوم يعمل لي ووتر دايري، يعمل اسهال زي الميه، يعمل اسهال زي الميه. فبيقول لك ان ده ممكن يكون بينيفيشال رول، يعني ده دور كويس اوف فلاشينج اوت ذا بكتيريا اند ذير توكسين، يعني ده ممكن يكون له دور كويس ان هو بيتخلص من البكتيريا والتوكسين، لكن في الاحوال دي بيعمل جفاف او دي هايدريشن. طيب وات اباوت فوميتنج؟ القيء بقى ايه الموضوع بتاعه؟ قال لك الفوميتنج بيقول ان الابحاث اثبتت ان ممكن الالتهاب ده يعمل ستيميليشن للفيجاس اللي هو العصب الحائر، بيعمل ستيميليشن للفيجاس نيرف، يقوم يبعت للبرين فوميتنج سنتر، يبتدي يبعت للبرين فوميتنج سنتر، يقوم العيان يحس انه عاوز يرجع ميل للقيء. بعد كده احنا قلنا كده الفود بويزنج ايه هو، هنبتدي نتكلم على الكوزيتيف باثوجنز، ايه بقى اللي بيعمل لي الفود بويزنج. مايكروبيولوجيكال ايجنتس اوف فود بويزنج، كان يو منشن سب اكزامبلز، ممكن نقدر نلخص بعض الامثله للفود بويزنج. ادي اول حاجه الستافيلوكوكس اورياس، ادي انتيروبكترياسي فيبريو، ادي الكولوستريديام بوتشولينا، دول ثلاث انواع من حاجات اللي بتعمل توكسينز، اللي بتعمل توكسينز التي تفرز سموم تسبب الفود بويزنج او الكولوستريديام بيرفرنجس. يبقى انا عندي كذا نوع اهو بيعمل لي، او باسيلا سيريوس. طيب مايكروبيولوجيكال كوز، ايه الاسباب بقى الميكروبيولوجيه؟ الاستاف، هنيجي نقول الستافيلوكوكس اورياس السورس بتاعه ايه؟ احنا عارفين الاستاف بيعيش في فتحات الانف او على الجلد. ايه بقى الفود اللي هو معرض ان يحصل له تلوث؟ غالبا ما بيكون الكربوهيدرات، اي مواد غذائيه كربوهيدراتيه unrefrigerated، ما تكونش محطوطه في ثلاجه، handled food. تبص تلاقي واحد ايدين مش نظيفه، incubation period بتاعه من 2 ل 6 ساعات. السيمتوم بقى هنا عندي ابدومينال بين، بيبقى في ابدومينال بين، في وجع في البطن، في فوميتنج، في قيء، sometimes diarrhea، sometimes بيكون في اسهال ومفيش اي سخونه. الاستافيلوكوكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن جرام بوزيتيف سفيريكال سيلز، مكورات arranged in grape like clusters، بيبقى شكلها زي على ايد العنب، يبقى هي جرام بوزيتيف، يبقى واخده اللون البنفسجي، spherical يعني مكورات arranged in grape like cluster، بتبقى مترتبه زي ما بالظبط ما يكون على ايد العنب. بتبتدي تطلع لو احنا زرعناها على ميديوم هتلاقي لونها واخده اللون اللون الاصفر او اللون الذهبي، تاخد دي نتيجه لافرازها اندو بيجمنت، بتطلع اندو بيجمنت. طب بتعمل حاجه تانية غير الفود بويزنج؟ ايوه بتعمل ايه؟ بتعمل سابوريشن،
بتعمل خراريج، حاجات بتعمل دمامل أو صديد، بتعمل صديد a variety of pyogenic infection، ممكن تعمل سبتسيميا. بنقسم الستافيلوكوكاي لمجموعتين، مجموعة كوأجيليز بوزيتيف ومجموعة كوأجيليز نيجاتيف. أشرسهم الكوأجيليز بوزيتيف اللي هم الستافيلوكوكس أوريس. المجموعة الكوأجيليز نيجاتيف اللي زي ستافيلوكوكس إبيدرميدس أو السابروفيتيكس بتكون أقل في الشراسة من الكوأجيليز بوزيتيف ستافيلوكوكاي. إيه هي الكوأجيليز تيست؟ زي ما احنا شايفين أهو لها نوعين، ممكن نعملها على سلايد وممكن نعملها في تشوب. هتشوفوها في العملي اللي على سلايد زي ما انتوا شايفين اهو، بنفرق بينهم كوأجيليز بوزيتيف اللي هي على الشمال، بص تلاقيها مخرزة عاملة كوأجيليز بوزيتيف، واللي على اليمين اللي هي كوأجيليز نيجاتيف، او لو حطيناها في انبوبة بتبص تلاقيها عملت كلوت فورميشن، عملت كتلة ما بتتحركش، يعني تحولت من سائل الى زي كلوت فورميشن، عملت زي كتلة ما بتتحركش. الكوأجيليز تيست ده هو بنكتشف وجود الكوأجيليز. ايه هو الكوأجيليز ده بيعمل ايه؟ بيحول مادة الفايبرينوجين الى فايبرين، بيحول مادة الفايبرينوجين الى فايبرين. الفايبرين ده بنقول ان احنا بنشوفه يا اما عن طريق السلايد او عن طريق التيوب. ايه هو المورفولوجي بتاع الستافيلوكوكاي؟ زي ما قلنا ان هو جرام بوزيتيف، جرام بوزيتيف يعني واخد اللون البنفسجي، بنقول ان هو سفيريكال يعني مكورات، بنقول ان هو نان موتايل، نان سبور فورمينج ما بيعملش سبورز، ونان كابسوليتد وارينجد ان كلاسترز زي في العناقيد. الكالتشرال كاركترز بتاع الستافيلوكوكاس اوريس بينمو على اغلب البكتيريولوجيكال ميديا. الجاز ريكويرمنت بنقول ان هو ايروب فاكولتيتيف انايروب. الانكيبيشن بيريد بتاعته 37 والانكيبيشن تايم من 24 الى 48 ساعه. ادي شكل الكولونيز على سيفرال ميديا. النيوترنت اجار زي ما احنا شايفين بنقول بياخد اللون الجولدن. على البلاد اجار بنقول ان هو بيعمل هيموليسيس، بيعمل بيتا هيموليسيس يعني كومبليت هيموليسيس، يعني تلاقي اللون الاحمر اختفى وبقى لون شفاف. السلكتيف ميديا بتاعه اللي هو المانيتول سولت اجار، مانيتول سولت اجار بيحوله الى اللون الاحمر. اذر تيست زي الكاتاليز تيست زي ما انتم شايفين اهو، ده عبارة عن الهيدروجين بيروكسيد. احنا عارفين كلنا لما بنحط هيدروجين بيروكسيد على صديد بتبص تلاقيه طلع فقاقيع هوا كده، ده الكاتاليز بوست. واحنا قلنا كوأجيليز قلتها لكم تعمل كلوت فورميشن وفيرمنت المانايت ويز اسيد اونلي، يعني لو حطينا انبوبه فيها مانايت وحطينا السترينز بتاعت الاستاف هنلاقيها اتغيرت للون الاحمر. الاستاف انتيروتوكسين بنقول بيعمل فود بويزنج، يبقى الستاف ده بيطلع لي انتيروتوكسين. هنا بقى التسمم الغذائي اللي بيطلع نتيجه الانجيشن اوف بري فورمد انتيروتوكسين ان كونتامينيتد فود. واحد كل غذاء ملوث كاركترايز بان شورت انكيبيشن بيريود، هتلاقي الوقت بتاعه قصير جدا. فايلنت نوزيا، بيحصل له نوزيا وفوميتنج. نون بلادي دايريا، الاسهال بتاعه مفيهوش دم، وبيحصل له رابيد كوفاليسنس على طول، يعني بيستشفى منه على طول. دايما هنا نوع الغذاء بتاعنا كربوهيدرات ريتش فود. تاني جروب عندنا هنتكلم على السالمونيلا فود بويزنج. سالمونيلا اسم البكتيريا سالمونيلا، السورس بتاعها بتعيش في الجت اوف بيردز اند ماملز. الريسك فود ايه اكتر فود بتنقلها؟ الفراخ او الدواجن، الايجز اند رو ايجز، البرودكتس اند فيجيتابلز. يبقى ممكن تنتقل عن طريق اكل الدواجن او البيض او الفيجيتابلز الخضار. انكيبيشن بيريد بتاعتها من 12 ل 48 ساعه. السيمبتومز دياريا وسيكنس وهيدك. السالمونيلا عندي في نوعين، في نوع تايفويدال ونوع نون تايفويدال.
تيفويد اللي هو مرض التيفود. مرض التيفود ده بيروح عن طريق البلد ستريم، لكن احنا هنتكلم هنا على النون تيفويدال انفكشن. نون تيفويدال انفكشن هو ده اهم سكند ليدنج كوز اوف انترايتس في العالم كله. عندي فيه تو سيرو تايبس ار موست امبورتنت، السالمونيلا انتريتيدس والسالمونيلا تايفي ميوريا. دول النوعين اللي بيسيبوا الجي اي تي ويعملوا انفكتوس دايريا. بيحصل الناس اللي بيحصل لهم انفكشن بعد وقت بيبقوا كارير، يعني حاملين للأورجانيزم لكن ما بيظهرش عليهم اعراض. ايه هي السالمونيلا؟ زي ما بنقول انها جرام نيجاتيف باسيلاي، موتايل، نان سبورينج، نان كابسوليتد. ودي شكلها بالالكترون مايكروسكوب هنا، واضحه برضو اهي فلاجيلا لف حواليها كلها، وباسيلاي واضحه. كلتشر على ايه؟ بنقول انها بننميها على الماكونكي وعلى الاجار. هنا على الماكونكي بنلاقي انها نون لاكتوز فيرمنتر. نون لاكتوز فيرمنتر يعني ما بتغيرش لون الميديا، اللون البينك بتفضل على لونها اللون اليلو. هنا على الكولنز على الدي سي اجار بنلاقي انها بتاخد لون اغمق شويه. على الاكس ال دي بنلاقي انها تاخد بلاك كولونز، كولونز تبقى لونها بلاك. هنا عند الويلسون وبلير ميديا برضو بتاخد اللون البلاك. يبقى احنا عندي السالمونيلا بتعمل لي كذا نوع من الانفكشن. السالمونيلا ممكن تعمل لي انتريك فيبر اللي احنا قلنا اللي هو التايفويد، او ممكن تعمل لي الفود بويزنينج من التوكسينز بتاعتها، او ممكن تعمل لي بكتيريميا اند سيبتسيميا. يبقى اذا اورجانيزم واحد اللي هو السالمونيلا ممكن يعمل لي ثلاث انواع من الديزيز، يا اما انتريك فيفر، يا اما فود بويزنينج، يا اما بكتيريميا اند سيبتسيميا. الاورجانيزم بيدخل طبعا عن طريق الاورال روت زي ما احنا قلنا ان هو بيسيب الجي اي تي انفكشن مع كونتامينيتد مع اي اكل ملوث او سوائل ملوثه. عشان يحصل كلينيكال انفكشن ضروري يكون الأورجانيزم من 10^5 لـ 10^8 عدد الأورجانيزمات. ممكن أحيانا بتبقى 10^3 بتعمل يعني 1000 أورجانيزم ممكن يعمل لي إنفكشن. طيب الهوست بقى فاكتورز، إيه هي العوامل اللي بتمنع حدوث عدوى بالسلمونيلا؟ الجاستريك أسيديتي، إحنا عارفين إن البي اتش بتاعة الأستومك بتبقى 5 نتيجة للجاستريك أسيد اتش سي ال. تاني حاجة النورمال انتستينال مايكروبيال فلورا، زي ما هنتكلم بنقول دايما ان الفلورا دي بتحمينا من الاذر انفيدرز. تالت حاجة اللوكال انتستينال اميونيتي، زي ما احنا شايفين اهو السالمونيلا فود بويزنينج بتيجي من البيض، اللبن، الحاجات المنتجات الدواجن زي ما انتم شايفين الفراخ، اللانشون، كل الحاجات دي ممكن تنقل العدوى بالسالمونيلا. زي ما انتوا شايفين اهو كل دي صور تساعد على ان احنا نفهم ان السالمونيلا بتيجي نتيجة الاكل الملوث بالحاجات دي. السالمونيلا كوزنج جاسترو انترايتس اللي بتعمل لي فود بويزن اللي هما زي ما قلنا تايفي ميوريوم والانتريتيتس. الموست امبورتنت اوف ذيس جروبس ار سالمونيلا تايفي ميوريوم اللي بتعمل تقريبا 70% من الفود بويزنج، والانتريتيتس اللي بتعمل لي وهي بتكون موجودة أصلا ناتشورال باثوجين موجودة في الفران. المود اند سورس اوف انفكشن طبعا بنقول ان احنا بتيجي عن طريق الدواجن، يبقى امبروبرلي كوكد ميت، اكل او لحوم مش مستوية كويس، او eggs of infected bird. any infected food or drink contaminated with feces of infected rodents، اي اكل ملوث بالبراز بتاع القوارض المريضه. 1 to 2 days after the patient develop، بعد العدوى بيوم او يومين يبتدي يحصل له قيء، abdominal pain، diarrhea، سخونه، pyrexia، headache، صداع، وبودي pain leading lasting، تقعد لمده 3 او 4 ايام. زي ما احنا شايفين هنا بدا يحصل له فيفر، سخونه، درجه حرارته عاليه، vomiting وديارية، قيء وإسهال،
لو هو أكل بيض غير مسوى كويس، raw eggs. raw eggs يعني بيض مش مستوي كويس. طيب إيه الـ more common in summer؟ الـ highest rate recorded in children أقل من 5 سنين، أو الناس اللي أعمارهم من 20 لـ30 سنة، أو الـ older أكتر من 70 سنة. البكتيريميا is rare except in immunodeficient persons. عشان يحصل من السلمونيلا بكتيريميا يبقى ده في الناس اللي عندهم المناعة قليلة، 5% of patient recovering will still shed the organism 20 weeks later. يعني 5% من المرضى بعد ما بيخفوا بيقعدوا 20 أسبوع ينزلوا الأورجانيزم في الأسطول بتاعهم. يبقى احنا كده قلنا الستافيلوكوكس أوريوس كجرام بوزيتيف كوكاي، وقلنا السلمونيلا كجرام نيجاتيف باسيلاي. أذر جرام نيجاتيف باسيلاي اللي هي الشيجيلا، شيجيلا اللي هي بتعمل لي الديسونتريا، شيجيلا ديزونتري فليكسنيري بويدي أندسون. السورس بتاعها الفيسز أو الستون. المورفولوجي اوف شيجيلا بنقول انها جرام نيجاتيف باسيلاي نون موتايل نون كابسوليتد. ادي اهي بالالكترون مايكروسكوب شايفين انها نون فلاجيليتد، ملهاش فلاجيل. بنقول ان الشيجيلا ديزنتري عندي 3 انواع، ان احنا بنقول نون لاكتوز فيرمنتر. نون لاكتوز فيرمنتر يعني ما بتغيرش لون الماكونكي، ما بتقلبش الاحمر. على الـ XLD زي ما احنا شايفين بتبقى translucent points كده على الميج. ادي late lactose fermenting، دي شيجيلا سوني بس هي الوحيدة اللي late lactose fermenter، بعد يومين بتبتدي تغير لون. على المكونكي زي ما احنا قلنا انها بتاخد نفس اللون ما بتغيرش. هنا الشيجيلا على triple sugar media بنقول انها ferment السيرفس لكن البوتوم لا ما بيتغيرش اللون. هنا يورييس تيست تكون نيجاتيف والاندول تيست بتكون نيجاتيف. البايوكيميكال رياكشن للشيجيلا فليكسنيري والبويدي زي ما احنا شايفين هنا انها نان لاكتو انها جلوكوز فيرمنتر ومانايت فيرمنتر لكن نان لاكتوز فيرمنتر، يعني فيرمنت الجلوكوز او اتاك الجلوكوز وتطلع أسد فقط مفيش فيه إير، والتانية للمانايت لكن اللاكتوز لا. بالنسبة للبيوكيميكال رياكشن اوف شيجيلا ديزنتري بنقول إنها فرمنت الجلوكوز لكن نون فرمنت للاكتوز والمانايت. وأدي جدول مقارنة بين الأربع أنواع بتاعة الشيجيلا. الشيجيلا ديزنتري بنقول إنها فرمنت كلهم فرمنت الجلوكوز كل الجروبات لكن نان مانايت نان لاكتوز. الفليكسنيري بنقول انها مانايت فيرمنتر، البويدي برضو مانايت فيرمنتر، لكن الشيجيلا سوني بنقول انها ليت لاكتوز فيرمنتر. الباثوجينيسيس زي ما بنقول البكتيريا عن طريق الاورال روت بتدخل الانتستين، بتدخل هنا بقى بينيتريت للميوكس، بينيتريت للميوكس وملتيبلاي في الابسيليال سيل، وبعد كده بتعمل انفلاميشن وبتطلع الاندوتوكسين. inflammation بيحصل vessel contraction ويبتدي يحصل necrosis وألسر. يبتدي يحصل في الانتستينال ميوكوزا يحصل في ulceration يحصل فيها قروق، فبالتالي عشان كده الدائرية بتاعتها بتكون mixed with blood and mucus. الاندوتوكسين هنا بنقول انه بيعمل لي نوع من انواع الفيفر. يبقى زي ما احنا شايفين اهو ingestion اخد البكتيريا عن طريق الماوس، بعد كده حصل colonic mucosal penetration taken by the mucous cells للبايرز باتشز، هيخترق الميوكوزا ويبتدي enclosed in a phagosome by endocytosis، وبعد كده الشيجيلا lyses the phagocytic vacuole وتعمل multiplication في السيتوبلازم. بعد كده بتحصل cell multiplication في السيتوبلازم وتطلع التوكسين. التوكسين عندي بيعمل 3 حاجات، نيوروتوكسيك فبيعمل بلوك للووتر الكترولايت ابسوربشن فبيعمل ووتري دياريه، بالتالي العيان بيدخل في جفاف او ديهايدريشن. سايتوتوكسيك بتعمل سيل ديستراكشن
فمن يحصل ألتريشن انتستينال هيموريج، فمن يحصل بلاد اند فيكال اند لوكوسايت انستون. النيوروتوكسيك بنقول ان هو يعمل انفلاماتوري ريسبونس ويعمل فيفر وابدومينال كرامبس. زي ما انتم شايفين الرسمه اهي، ادي سيكريشن اوف فلويدز اول مرحله، وبعد كده يبتدي يحصل ألسر وينزل بلاد مع الستون. يبقى دي اول مرحله سيكريشن اوف فلويدز، تاني مرحله ان بيحصل ألسريشن ويبتدي يحصل ينزل بلاد وميوكس مع الستون. ادي شايفين الشجله اهي على السيرفس بتاعه الابسيليوم، بعد كده بتخترقها انتر الابسيليال سيل، بعد كده ملتيبلاي جوه السيل نفسها وتبتدي تخترق النيبورينج ابسيليال سيلز وتعمل ألسر، والألسر دي تبتدي تنزل بلاد اند ميوكس. زي ما انتم شايفين ادي الداخل، يعني هما كده فاتحين الانتستين وتشوفوا منظر الألسريشن الموجودة في الانتستينال ميوكوز. الباسيلاري ديزنتري ايه هو؟ الديسنتريا الباسيليه، بنقول السورس اوف انفكشن از اكيز اور كارير، المود اوف ترانسميشن انفكشن طبعا بالاورال روت، وعن طريق ان هو اخد اكل ملوث او شراب ملوث. كلينيكال بيكتشر، بتبتدي الانكيبيشن بيريود بتاعتها من 12 ساعه ل 4 ايام، يبتدي يحصل له ابدومينال بين ويحصل تنزمس. تنزمس يعني تعنية أو اللي هو مغصب إسهال بمخاط. بايركسيا، سخونة. passage of frequent stools composed of mucus and blood، أو زي ما انتو شايفين كل الأعراض واضحة تماما. laboratory diagnosis، هناخد العينة منين؟ هناخد العينة طبعا من الستول. لو خدنا wet smear، يعني لو خدنا عينة من الستول فريش كده وروحنا شايفينها تحت الميكروسكوب، هتبقى واضحة خالص. هنزرعها على ايه؟ على ميديوم اسمه سيلينايت اف بروس، او على الدي سي اي او الماكونكي. هنبتدي نعمل ايدنتيفيكيشن بالكولوني مورفولوجي وبالجرام ستين وبالبايوكيميكال رياكشن والسيرولوجيكال تايبنج.